دخلت عالم يخوف، وشخصية يحيى راشد مع أدا وتخوف. كريم عبد العزيز كشف سر غريب عن فيلم الفيل الأزرق ومفاجأة عن الجزء الثالث من الفيلم. سر جديد كشفه الفنان كريم عبد العزيز عن فيلم الفيل الأزرق، واللي بيعتبر من أنجح الأفلام اللي مثلها كريم. ده مش بس كده، ده كمان في صدارة قائمة أكثر الأفلام المحققة إيرادات للسينما المصرية. فيا ترى إيه السر اللي كشفه كريم عبد العزيز عن فيلم الفيل الأزرق ومفاجأة عن أحداث الجزء الثالث؟ البداية كانت مع تصريحات النجم كريم عبد العزيز عن مشاركته في فيلم الفيل الأزرق. فالمفاجأة إن كريم هو اللي اتصل بالمؤلف والروائي مروان حامد وطلب منه إنه يشتغلوا مع بعض لأنه بيحب روايته. فعلاً بعد شهر وصل لكريم سيناريو رواية الفيل الأزرق، وكانت مكتوبة بخط إيد أحمد مراد قبل ما يتم طباعتها. وقتها كريم عجبه جدا السيناريو وبقى مذهول من احداثها، حس انه متحمس انه يعملها وقرر انه خلاص هيعمل الفيلم ده ويمثله، بالرغم من انه كان خايف لان شخصيه بطل الروايه يحيى صعبه جدا، ولانه طالع بدور معقد وبيشرب وبيدمر حياته، كمان اتسبب في وفاه بنته. ورغم انه كان خايف من الشخصيه تكون مش محبوبه من الجمهور، لكن اتفاجئ برد فعل الجمهور الايجابي وحبهم للشخصيه وللفيلم، لدرجه ان الفيلم اتصدر شباك التذاكر وقتها وحقق ايرادات ضخمه جدا. وقال كريم ان الجمهور المصري والعربي هو النجم الحقيقي للفيلم بسبب قدرته على استيعاب فيلم رعب مدته 3 ساعات بدون بسمة أو أغنية في العيد. كمان لما فكروا يعملوا جزء تاني من الفيلم كان خايف إنه ما يحققش نفس النجاح زي ما حصل مع أفلام كتير قبل كده، لكنه حقق نجاح كبير وده اللي شجعهم يعملوا منه جزء تالت. كشف كريم مفاجأة عن تحضير الجزء التالت من الفيلم، وهو إنه هيكون جاهز خلال 6 شهور وهيكون أغرب بكتير من الجزئين الأول والتاني. كريم قال اتخيلت إن المؤلف هياخد من الجزئين ويكمل التالت، إلا إنني تفاجأت بأنه أخذ ربع سطر منهما وانطلق لعالم غريب جدا. كريم كمان اتكلم عن بداياته مع الفنان الراحل أحمد زكي، واللي ظهر معاه في فيلم اضحك الصورة تطلع حلوة كأول فيلم ليه في بداية حياته، وإنه بيحب مدرسته وتعلم منها كتير جدا، كان دايما بظروف وقت مرضه وقبل وفاته. وحكى كريم عن موقف غريب جمعه بأحمد زكي قبل ما يموت، وقال إن أحمد ممثل لن يتقرر في مصر. أنا فاكر لما كان في المستشفى وتعب في أواخر أيامه، أحمد اتعمى في الآخر وطلب من عماد أديب لما يخرج يعمل دور شخص أعمى، ده كان جنون التمثيل الله يرحمه، كان فنان لن يتكرر. كمان كلام النجم كريم عبد العزيز حمس الجمهور إنهم يشوفوا الفيلم في الجزء الثالث من فيلم الفيل الأزرق، فيا ترى هيحقق نفس نجاح الجزئين اللي فاتوا ولا لأ؟